أهلا بكم من جديد. قال عضو الفريق الاستشاري لمواجهة فيروس كورونا في مناطق النظام، قال إن عدد الإصابات يتزايد بشدة منذ شهر، مؤكدا امتلاء جميع المشافي، الأمر الذي أدى إلى صعوبة إيجاد منفسة فارغة فيها، في حين اعتبر عدد من الأهالي أن إعلان النظام الإغلاق محاولة منه للاستثمار بين أزمات لم يعد في الإمكان إحصاؤها، وأنه خطوة للهروب وراء أزمة عالمية لإخفاء الدمار الاقتصادي وإسدال الستار على مشاهد الفقر والجوع والبؤس ومئات الطوابير الملتفة حول المنطقة. ماذا يجري في مناطق النظام؟ سؤال بات حاضرا على شفاه الجميع، تأتي الإجابة عنه من حكومة الأسد، رابطة المشهد بإغلاق قناة السويس تارة، وأخرى بصيانة مصفاة بانياس، وثالثا باعتراض مجموعات مسلحة لقوافل النفط، وأخيرا اجتمع الرأي على وباء كورونا. الوباء يبدو أنه بلغ ذروة انتشاره في مناطق النظام، وأن أعداد الإصابات تتزايد منذ أشهر، ما أدى إلى امتلاء المشافي، وأصبح من الصعوبة وجود منفسة فارغة، بحسب عضو الفريق الاستشاري لمواجهة كورونا، والذي أضاف أن إعلان إغلاق المدارس تأخر قليلاً، خاصة مع تزايد الإصابة بين الطلاب وانتقال العدوى إلى الكوادر التعليمية، معللا بذلك قرار الحكومة بإغلاق المؤسسات التعليمية، وواصفا ما يحدث بأنه أسوأ مرحلة لانتشار كورونا. الجائحة على ما فيها من خطورة لا تبدو السبب وراء الإغلاق من وجهة نظر شريحة واسعة بين الأهالي، الذين لخصوا قناعتهم بما يجري بأنه محاولة من النظام للاستثمار بين أزمات لم يعد بالإمكان إحصاؤها، وأن الإغلاق خطوة للهروب وراء أزمة عالمية لإخفاء الدمار الاقتصادي وإسدال الستار على مشاهد الفقر والجوع والبؤس ومئات الطوابير الملتفة حول المنطقة وتوشك أن تنهيها بالكامل. ويبدو أن ما تعيشه مناطق النظام لن يقف عند هذا الحد، حيث حذرت جهات عدة من كارثة تتجسد ملامحها على جميع الجوانب المعيشية في ظل عجز النظام عن أي حلول. ورافق ذلك تراجع روسي حملته رسالة وزير الخارجية سيرجي لافروف الأخيرة قبل أيام بأن سوريا مقبلة على الانهيار، وكذلك بلاغ أمريكي مفاده أن العالم لن يتفاجأ إن بدأ الانهيار السريع لنظام الأسد، فعقوبات قيصر تعرف من تستهدف ومن يتأثر بها. وتلك التطورات أثارت موجة سخط شعبية معلنة انتقاد ما يجري، ومؤكدة بأن الأوضاع المعيشية لا تنذر بحياة يمكن أن تستمر في مناطق النظام. ولخص أحد الفنانين بالقول إن استمرار الوضع على ما هو عليه أسبوعا آخر سيجعل من الصومال حلما لملايين السوريين. نناقش هذا الموضوع مع الصحفي منار عبد الرزاق وهو معنا من العاصمة الفرنسية باريس، وأيضا أحمد الحسن مدير مركز القارات الثلاث للدراسات وهو معنا من مرسين. أهلا ومرحبا بكم. أبدأ معك سيد أحمد الحسن، برأيك ما هي الأسباب التي لم يذكرها النظام للإغلاق الذي قام به على مستوى المدارس والجامعات؟ هناك عدة أسباب يلعب عليها النظام خلال الفترة الحالية، لأن النظام كان يعيش خلال السنوات الماضية على نتائج الحرب، يعني الأنظمة دائما مستفيدة من حالة الحرب والصراع لأنها تستغل هذه الأزمة لإقناع الداخل بأنها لا تستطيع أن تقدم خدمات، لإقناع الدول بعدم وجود خدمات. لكن حاليا بسبب حالة الجمود في سوريا سيحتاج النظام مبرر لعدم إعطاء الخدمات، لعدم قيام الدولة بواجباتها، لعدم قيام النظام باستحقاقاته تجاه مواطنيه وحاضنته، فلا بد من وجود سبب لهذه المشكلة. بدأ النظام بالترويج في المرحلة الأولى بخصوص الأموال الموجودة في لبنان، وأن الأموال السورية الموجودة في لبنان هي سبب المشكلة، ثم انتقل في مرحلة ثانية إلى اتهام جهات أخرى بعقوبات الأمريكية والعقوبات الأوروبية، ثم لما لم يجد صدى لأي هذه الاتجاهات ركز على ملف كورونا
لأن ملف كورونا هو ملف يعني يعتبر حاليا له تعاطي عالمي ودولي في هذه المرحلة، ولهذا السبب يركز النظام حاليا على ملف كورونا. لكن موضوع كورونا النظام لم يقم فيه بأي خطوة منذ بداية الوباء، وإنما ساهم هو بشكل شخصي في زيادة الوباء، حيث أن الإجراءات التي اتبعتها كافة الدول بخصوص مواجهة الوباء في المراحل الأولى لم يتخذها النظام بهدف إيصال المجتمع السوري إلى مستوى تغول الوباء في الداخل السوري. لكن رغم ذلك، قياسا على المشافي الموجودة عند النظام والخدمات الموجودة عند النظام بقياسها على المعارضة، فتعتبر مبررات النظام بخصوص وباء كورونا أيضا غير منطقية، لأن المنطق يقول أن النظام لم يعتمد هذه الإجراءات قبل هذه الفترة في فترة تغول الوباء عالميا، ويقوم باعتمادها حاليا مع اقتراب الانتخابات، مع زيادة الضغوط الاقتصادية على النظام، مع خروج أصوات في داخل النظام تطالب النظام بتقديم الخدمات، وتطالب النظام بأنه انتهت الحرب في سوريا ووصل النظام إلى معظم الأراضي السورية، ورغم ذلك لم يحصل أي تقدم في ملف الخدمات وملفات أخرى. ولا بد للنظام من إسكات المجتمع الداخلي وإقناع المجتمع الخارجي بأنه توجد أزمة عنده على الصعيد الصحي، ولذلك لا يستطيع تقديم الخدمات. نعم سيد منار عبد الرزاق، يعني الناس في مناطق النظام يدركون إلى حد كبير يعني بحسب ردات الفعل أن هذا الإغلاق ليس سببه الانتشار الكبير لفيروس كورونا، وإنما هي يعني ذريعة قدمها النظام. كيف يمكن أن تكون ردات الفعل في مناطق النظام؟ نعم، تحياتي لك وسيم للضيف الكريم وللسادة المشاهدين. مرحبا. بالتأكيد ما قدمه النظام في تبريرات في السابق والآن حول حجم الأزمات التي يعاني منها هي تبريرات هزيلة. التعليمات والتعميمات الحكومية التي صدرت سواء من مجلس محافظة حلب ولا مجلس المحافظات الأخرى قلصت عدد الكوادر فيها إلى أقل من الربع، هذا أولا. وبالتالي هي قالت بسبب أزمة المحروقات وليست بسبب كورونا تقليص الدوام في هذه المؤسسات، وهذا رد على الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية وأيضا وزارة التعليم العالي، هذا أولا. ثانيا، العالم كله يشهد في مناطق النظام والأهالي يعرفون جيدا أن هذه الإجراءات هي غير مرتبطة بكورونا، لأن الجميع غير قادر للوصول إلى مناطق العمل، الوصول إلى الجامعات. اليوم الحياة شبه مشلولة من ناحية المواصلات في مناطق النظام، وبالتالي ضبط مشكلة الإغلاق بكارثة وجائحة كورونا هو تعليل غير منطقي، كما يجده السوريون وكما يقول السوريون أيضا على وسائل إعلام النظام ذاته. أيضا النظام يحاول دائما تسويق هذه الأزمات وتصديق للرأي العام بأن هناك حلول مستقبلية، لكن صديقي في هذه الأزمة بالتحديد منذ خروج رأس النظام في نهاية الشهر الماضي في اجتماع حكومي هو لم يقدم أي حلول تقنع الموالي لهذا الرأس، لم يقدم أي جديد. هو طالب هو كما عود المتابعين وكما عود السوريين بشكل دائم على محاربة الفساد، على التنظيم الإداري، على أن أزمة الدولار هي أزمة خانقة وهي معركة يجب أن يخوضها الشعب بالكامل، ولم يشاهد يرى المشاهد أو المتابع أو المواطن السوري الموجود في هذه المناطق أي حلول منطقية عملية قادرة على انتشال المواطن السوري من أزمته التي يعانيها، وهي أزمة للأسف شديد هي أزمة مركبة. اليوم أزمة المحروقات تنعكس على أزمات المواطن الصحية والغذائية والتعليمية وأيضا الخدماتية، يعني لا والمواصلات أيضا عن رفاهية. نعم، لا أحد اليوم يتحدث في مناطق النظام عن رفاهية الماء والكهرباء، الماء والكهرباء أيضا لا يصلون إلى المواطن السوري،
رغيف الخبز المواطن السوري يقضي أكثر من ثلث يومه على طوابير المخابز للحصول على ربطة خبز واحدة، وهي محددة لأي عائلة تحصل على ربطة خبز واحدة. وبالتالي هذه الكوارث المركبة التي يعاني منها السوريون في الداخل لا أعتقد أن النظام قادر على حلها، ولا أعتقد أن الدعاية الإعلامية والدعاية الرسمية للنظام قادرة على التلاعب بعقول السوريين في الداخل من الشارع الموالي قبل المعارضة. نعم سيد أحمد الحسن، برأيك كيف تتوقع أن تكون التبعات المترتبة على خطوة الإغلاق؟ النظام لا يهتم بالتبعات المتعلقة بخطوات الإغلاق، النظام يهتم حاليا بمجرد الحصول على استثناءات من العقوبات الدولية عليه، ولذلك يسعى إلى استغلال ملف كورونا باعتباره وسيلة من وسائل اختراق العزة الخارجية للنظام. هو لا يهتم تماما بالملف الداخلي، آخر همه الملف الداخلي، لا يريد أي انعكاس على الخدمات، وإنما يريد أقناع الآخرين بأنه غير قادر على هذه الخدمات. وهو قدم الكثير من التنازلات للروس والإيرانيين يعني من أجل تفاصيل ومواضيع متعددة. هل تعتقد أن يقدم تنازلات لأطراف أخرى من أجل إنعاش الاقتصاد؟ المشكلة أنه يسعى إلى اتباع نفس الأساليب التي يستخدمها الروس بخصوص البروباغندا المستخدمة يوميا. هو يعمل على العامل الإنساني، أن الشعب السوري مستهدف، ويسعى إلى عمل حملات في الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة للضغط عبر لوبيات محدودة على الدول بخصوص رفع العقوبات أو استثناءات، لكنه لا يسعى أبدا إلى تقديم أي تنازلات في الجانب السياسي، لذلك لن يحظى بأي تجاوب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. والولايات المتحدة تم إبلاغ الروس مباشرة بأن أي تنازل من النظام يجب أن يكون محصورا بشيئين، إما تغيير بنية النظام أو تغيير سلوك النظام. أما باقي الأمور فهم يقولون أن العقوبات التي وضعتها الولايات المتحدة وقانون قيصر والعقوبات الأوروبية هي بالأساس تستثني الأمور الصحية وتستثني الأمور الإنسانية، والنظام يحظى بمستحقاته الكاملة من الجانب الإنساني عبر الأوتشا، فلذلك لا توجد مشكلات بالجانب الإنساني، إنما المشكلات الرئيسية أن النظام يستخدم هذه الدعم الإنساني لصالح الحرب، ولا يستخدمها لصالح خدمة المواطنين ولا لصالح تحسين مستوى المواطنين بما فيها الدعم المقدم من الأمم المتحدة حاليا، حيث لا يقدم أي شيء في هذا الجانب. نعم سيد منار عبد الرزاق، يعني انتشار فيروس كورونا هو أزمة يعني موجودة أصلا في مناطق النظام ولم يتعامل معها بشكل جدي، ويعني ربما سوريا هي من البلدان القليلة حول العالم التي استمرت يعني في حضور الطلاب إلى المدارس والجامعات أيضا، وأيضا فتحت الصالات، فتحت الملاعب وغيرها من الأماكن وهي مكتظة أيضا بالناس. ماذا تغير الآن، وهل سيكسب النظام من هذه الخطوة التي قام بها برأيك؟ لا أعتقد أن أي شيء تغير في محاربة النظام لجائحة كورونا. نعم هناك ضغط بالفعل حقيقي فيما يخص تنامي هذه الجائحة في الأوساط الطلابية وفي أوساط المجتمع السوري، ولا شك بأن هناك ضغط حتى على المشافي التابعة للنظام في هذا الإطار، لكن لا أعتقد أن هذا الإغلاق الجزئي الغير مقرون بأي أدوات للتغلب على هذا الفيروس، سواء من حيث تقديم الرعاية الطبية، من حيث تأمين الوسائل الوقاية للمواطنين، وأيضا من حيث تأمين القدرة الشرائية للمواطنين على التي تعينهم على الصمود في مواجهة هذه الفيروس. هذه العوامل كلها غير متكاملة وغير موجودة وغير متاحة للمواطن السوري، وبالتالي هذه الأزمة وهذه الجائحة التي يعيشها النظام الآن وهو عاشها منذ بداية الأزمة وحتى الآن لم يتغير أي شيء في واقع الازدياد وفي واقع اضطراب عدد الحالات، يعني منذ بداية الأزمة وحتى الآن نعم وصلت إلى ما يشبه الذروة، لكن هذا الإغلاق على الإطلاق، النظام السوري غير حريص على مصالح السوريين وغير حريص على صحة السوريين. هو لم يغلق بسبب جائحة كورونا، هو أغلق بسبب أزمة المحروقات، هو أغلق بسبب أن الموظفين الحكوميون
الحكوميين لا يستطيعون المجيء أو القدوم إلى دوائرهم الحكومية، وبالتالي لا يستطيعون تلبيه فتح هذه المؤسسات بسبب عدم وجود وسائل المواصلات، وبالتالي التحجج او تقديم ذرائع بان ما يحصل هو تحت يافطه محاربه جائحه كورونا هو كمان كلام ممجوج وقرارات ممجوجه لدى المواطن السوري في الداخل. المواطن السوري يعرف العله تماما، يعرف بان هذا النظام مفلس تماما، مفلس عن تلبيه احتياجاته اليوميه، مفلس عن تنفيذ احتياجاته الصحيه، ومفلس ايضا عن تنفيذ احتياجاته اليوميه. ويكفي ان نقول سيدي الكريم بان حصه المواطن السوري من اللحوم الحمراء قد انخفضت الى ما دون كيلوغرام واحد في العام. يكفي ان نقول ان راتب المواطن السوري في الداخل السوري لا يكفيه لشراء جالون الزيت للقلي. يكفي ان نقول ان حصه المواطن السوري الغذائيه من الخبز لا تكفيه لشراء 30 ربطة خبز من السوق السوداء، وبالتالي لا توجد أي مقومات للصمود الحياتي لدى المواطن السوري. وما يحاول تقديمه النظام أعتقد أنه محاولات فاشلة وبائسة كما هو حال المواطن السوري. أشكرك الصحفي منار عبد الرزاق، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس، شكرا جزيلا لك. وجزيل الشكر أيضا لمدير مركز القارات الثلاث للدراسات أحمد الحسن، كان معنا من مرسين. مشاهدينا شكرا لطيب المتابعة، دمتم بألف خير.